يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ساحر تاب عن عمل السحر لكنه يعمل محاضرات يشرح فيها كيف تعلم السحر وكيف كان يعمله بتفاصيل لذلك، فهل يجوز نشر مثل هذه المحاضرات؟ هذا يعلم السحر، يعني صار يشرح كيف تعلم السحر، معناه أنه يعلم طريقة السحر، فلا يجوز يترك هذا، يجب يمنع. نعم.